السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله غادي ندير معكم واحد الأكلة زوينة بزاف. هاد الأكلة فيها عدة خضر، هاد الخضرة كتجي زوينة بزاف مع بعضياتها، بدون لحم، ما فيهاش لحم بطبيعة الحال. هاد الخضرة عندي هنايا شوية الملوخية، عندي واحد 3 حبات ديال الخيزو، عندي 3 ديال البطاطا، عندي واحد الحبه ديال القرعه بلديه، عندي حبه ديال البنجال، حبه ديال البصله، عندي حبه ديال الفلفله حمراء وفلفله خضراء، عندي شويه اللوبيا خضراء، وعندي جوج ديال الحبات ديال البطاطا الحلوه، عندي الربيع طبيعة الحال، وعندي 4 فصوص ديال الثوم، وعندي واحد الزيفه ديال الرز العادي. صافي، هذا هي الاكله اللي غادي هذا الرز غيكون مرافق لهذه الخضره هذه. سهله، ما فيهاش بزاف ديال الاقامه فيها، ولكن كنأكد على الثومه والربيع كيجيو فيها زوينين بزاف. يعني الثومه والربيع هما اللي تيخليوها تكون بنينه مع ديك. وهاد هاد الخضيره انا غادي نطيبها بلا ما، يعني ما فيهاش الماء، غطيب ما فيها حتى شي حاجه ديال الماء والو، غير المليحه وشويه البزار وشويه زيت العود وشويه فلفله حمراء لا غير. هادشي اللي غادي ندير فيها دابا ان شاء الله. غادي ندوز باش ندير هذا الرز يتسلق مع شويه الملحه، وغادي نقطع الخضيره ان شاء الله، وغادي نرجع معكم. من بعد ما قطعت الخضيره كلها، انا خيزو قطعته رقيق باش يطيب ليا مزيان، حيت هاد غادي نطيبو بلا ما. ها اللوبيا تي قطعتها رقيقه، غير سميتو لو هاد الملوخيه دغيا كطيب معروفه، البطاطا هي دغيا كطيب، الدنجال دغيا تيطيب. صافي، هادشي اللي كاين. انا هنا ديك البصيله قطعتها رقيقه، درتها مشلطه، ودرت مع ديك الثومه ومع زيت العود، غادي نشحرهم مزيان، وغادي ندير نضيف عليهم هاد الخضيره هادي، ومن بعد غادي ندير هاد البزار، شويه البزار ونسيت ما ذكرتش الكمون، نص معلقه صغيره ديال الكمون، بزار وفلفله حمراء وشويه الملحه. صافي، هادو هما التوابل اللي غندير مع هاد الخضيره. دابا غادي نخلي ندوز باش نديرهم يتشحروا فوق البوطه، يتشحروا مزيان، غندز عليهم الخضره ان شاء الله، وغادي نقص عليهم البوطه مهيله حتى يطيبوا على خاطرهم. من بعد ما خليت ديك الخضيره طابت في الطنجره على نار مهيله بزاف، يعني ما فيهاش ولو قطره الماء ما كايناش فيها، طابت بلا ما، داك شويه الزيت اللي درت، صافي، شويه زيت العود وغطيت عليه، قلبته، لقيتو طاب، ما بقيتش حركته ما حتى شي حاجه. كيف ما ملي درت الخطيره درت معها هذيك التوابل وخلطتها مزيان، مازال خضره مع ديك البصله مع الثومه مع الزيت، صافي، وغطيت عليها على نار مهيله، قلبتها لقيتها طابت. دابا غادي نعريها باش تشوفوا كيف جات. بسم الله، جات هي هذه، يعني طابت على نار مهيله وبلا ما. يعني الا كانت البوطه يعني مجهده، العافيه مجهده، اكيد غادي تحرق، ولكن النار مهيله ما غاديش تحرق. وانا درتها في هذه الطنجره حيت عندي ثقيله، يعني كطيب بلا ما. البعض من الاخوات اللي بغاو مثلا يجربوا هذه الوصفه الرائعه الزوينه اللي فيها الخضره كلها، انا اكتفيت بهذه الخضره اللي عندي، اي خضره تدار فيها، يعني لفت القرعه الحمراء، كل شيء، يعني القرعه هذه انا درت فيها نوع واحد ديال القرعه، ديروا فيها الفوته بجوج، يعني بدون اللفت الحار، هذا اللفت المحفور لا. كل هالخضره كتجي زوينه تبارك الله في هذه. الا لاحظتوا طابت بلا ما وطابت مزيان، خضيره معلكه، داك شويه زيت العود اللي كاين كيبان لتحت، مع خلطت قبل ما نديرو، خليتها بحال هكا مقاده، ما حركتها ما والو، طبيعه الحال حركتها غادي تعلق مع بعضياتها، يعني كل شيء بقى مقاد، يعني الملوخيه مقاده، كلشي مقاد. صافي، دابا انا غادي نحطها. هذاك الرز اللي وريتكم من قبل انا سلقته ودرت فيه شويه الملحه ودرت فيه شويه زيت العود، هذا الرز العادي، الرز العادي اللي كنا كنعرفوا، الرز العادي كيجي زوين بزاف، كيجي رطب وكيجي معلك حتى في الماكله. ولكن انا ملي تسلق صفيته وغسلته، يعني حيدت منه داك النشا باش ما يبقاش معلك، يجي معلك بزاف ما كيتهش. دابا هو زوين، كيبان زوين مفروز وفي نفس الوقت زوين. دابا هاد الخضيره انا غادي نديرها على هاد الروز، الروز ما فيه حتى حاجه، فيه داك شويه زيت العود مليحه، صافي، ما فيه لا عطريه لا والو، حيت هاد الخضيره فيها شويه البزار. بسم الله،
يعني هاد الاكله كتجي زوينه بزاف، كتجي غزاله تبارك الله. علاش اللي ما نديروش بحال هادشي مره مره، خضره بحال الكروز يعني صحيه للدراري بدون اللحم، حتى اللي ما بغاش يدير اللحم بحال هكا احسن، واللي بغى يدير اللحم يدير طريفات صغار ديال اللحم يكونوا رقاق يطيبوا مع الخضيره، يديروا من التحتانيين طيبوا، علاش ما يجيوش حتى ما غيجيو مزيانين. ولكن انا اكتفيت بهادشي، يعني اللحم اللحم بزاف مره مره بحال هكا خطيره. اللي بغى ياكل حسب بحال هكا بوحدها، يعني غير بفرشيط ولا هكا ياكلها بلا حتى شي حاجه، يعني المهم بلا خبز ما غتقدريش ما غاديش تاكلها بالخبز. واللي بغى ياكل الخبز، حنا بطبيعه الحال حنا المغاربه كلشي كياكل الخبز، اللي بغى ياكلها بالخبز يعني راه زوينه تبارك الله. دوك الحبات اللي درت خرجوا بزاف، صافي انا غنكتفي بهذا الشيء اللي حطيت هنا. صافي هذا هو الرز اللي درت، شويه الرز مع الخضره جو على هذا الشكل هذا، كنقدمه لكم بالصحه والراحه، وكنتمناكم تجربوهم. يعني علاش لا اللي ما نجربوش الخضره بحال هكا، طريقه زوينه ما فيهاش الماء، صحيه. الرز كلنا كنعرفوا الرز مزيان بزاف صحي، علاش اللي ما نديروهاش مره مره للوليدات في الدار، يعني بالنسبه للكبار والصغار، والكبار غيحبوها اكثر من الصغار. مازال الصغار يقدروا ما يبغوش بحال هذا الشيء، ولكن الناس الكبار كيبغيو هذه الخضروات بحالكم، خلطه زوينه بزاف. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء والاصحاب، وديروا لي لايك وفعلوا الجرس، والى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.